ناس كتير جدا ممكن ما تعرفش ترد. لو قلت لها انت تخيل كده حالك هيبقى عامل ازاي وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم الموقف العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المضيئان المشرقان على سيدي ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. دايما أتهم أنا بأنني شديد أو قاسي في كلامي، لكن الأقسى هو اللي حاطط السؤال بتاع النهاردة على ملأ الناس وبيسألهم هتقولوا إيه لربنا وتلخصوا حياتكم إزاي لربنا. الوضع إن الأمر صعب، ما هو سهل، وأنت أمام من خلق الكون بأسره. ولذلك وإحنا بنتكلم على جنة وبنتكلم على نار وبنتكلم على موقف يوم الحشر وأصعب ما فيه العرض والحساب، لكن دايما بحط في ودني نداء ربنا ليا: يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي بالعقل قد حلاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. اتفقنا أن الناس تخرج من قبورهم حفاة عراة غرلة، وقلنا بأن غرلة أي ليس منقوصا منهم شيء، لكن الحبيب هو ساجد بيقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فالسيدة عائشة بتسأله: أنت بتسأل ربنا الحساب اليسير؟ قال: يا عائشة، من نوقش الحساب فقد عذب، وفي رواية: من نوقش الحساب فقد هلك. عايزة تجاوبي على سؤالك اللي حضرتك حطاه، حط نص بعينك ان النبي اي نبي من الانبياء هينسى اليوم ده قدره عند ربنا من هول المشهد، لان هول المشهد زي ما قلتهولك الاسبوع اللي قبل اللي فات، كلنا خارجين من قبورنا، الاسد اللي هو لو دخل علينا الاستوديو كلنا نجري، واقف جنبنا، واقف جنبنا خاضع الراس رغم ان معلوش ذنب، لكن هو يعلم ان الله في هذا اليوم سيقتص من كل شيء. لو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الجبل الباغي يوم الحشر كما في صحيح مسلم. فتخيلي كده والقران بيصور لك ويقول لك: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. تخيلي كلنا عراة حفاة عطاشة جياعة، لكن الجميل أن من أطعم في الدنيا يطعمه الله بيده في أرض المحشر. كلنا مش سواسية، زي ما أنا لابس حتة جميلة وحضرتك لابسة تيير جميل وغيري بيلبس استريتش جميل وبنطلون أجمل واللي بتلبس تحجيبة جميلة، يوم القيامة احنا كده. من أطعم في الدنيا يطعمه الله بأعمالنا. طبعا طبعا، ما هو انت واقفة في أرض المحشر حافية عارية جعانة عطشانة زمقانة زهقانة، كل اللي عايزة تقوليه قوليه، فانت اطعمتي في الدنيا فيطعمك الله بيده يوم القيامة، واللي كسى في الدنيا ربنا يكسيه في ارض المحشر يوم القيامة، واللي شرب في الدنيا حضرة النبي يشربه بايده يوم القيامة، واللي فرج عن مسلم كربة في الدنيا ربنا يفرج عنه الكربة يوم القيامة. يا رب. تخيلي كده، بص للمنظر والناس كلها تتأهب للحساب، وبعدين قبل ما نبدأ الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى الشيطان يخطب فينا بقى. الشيطان يخطب. فالشيطان يجمع الناس كلها يقول لنا ايه؟ اسمعي،
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. تخيلي حتى الشيطان تبرأ. وبعدين وبعدين يذهب الحبيب إلى الله شافعا في أن يبدأ الحساب.